لطالما كان البحث عن الحلول السلمية سمة للنهج السعودي في التعاطي مع كافة القضايا العربية والدولية، لكن طبول الحرب حينما تقرع فإن السعودية قادرة حينها على أن تتعامل مع الواقع وفق ما يتطلبه الموقف. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. المواقف التي قادتها السعودية إبان حكم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حفظت لليمن السعيد توازنه وجنبته الكثير من الصراعات الداخلية. وبعد اندلاع الثورة على الرئيس السابق حضرت الرياض مجددا لحقن دماء الشعب اليمني، حينما دعت كافة القبائل والمتصارعين إلى مؤتمر في الرياض لإيجاد حلول سلمية. وتكللت تلك الجهود في إعلان فصل جديد من تاريخ اليمن بمباركة كافة الأطياف اليمنية. وبعد احتلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للعاصمة اليمنية صنعاء بقوة السلاح، دعت السعودية من جديد جميع الأطراف اليمنية إلى مؤتمر بالرياض لإنهاء الأزمة بشكل سلمي. إلا أن الحوثيين تجاهلوا دعوة الرياض وتمادوا بالزحف إلى جنوب اليمن حتى وصلوا لمدينة عدن، حينها أعلنت السعودية أن طبول الحرب قد حان قرعها بعد أن تلقت الرياض طلبا رسميا من الحكومة الشرعية بالتدخل لإنقاذ اليمن، وهو ما دفع السعودية إلى تشكيل تحالف عربي لإعادة الشرعية في اليمن. وخلال أيام قليلة من انطلاق عاصفة الحزم حققت دول التحالف العربي انتصارات بالغة، واستطاعت تحرير ما نسبته 85% من الأراضي اليمنية، وسيرت القوافل الإغاثية لنجدة الشعب اليمني المكلوم الذي ذاق ويلات الجوع والرعب من ميليشيا الحوثي. وأخذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحصة الأكبر من مقدمي المساعدات الإنسانية في اليمن. وتؤكد المملكة بين الحين والآخر بأنها ترغب بالحل السياسي قبل العسكري في اليمن، وهو ما أكدته غير مرة عبر الناطقين الرسميين باسم تحالف الشرعية وعبر وزير الخارجية، إلا أن الحوثي واصل غطرسته وتعنته. وبعد عاصفة الحزم أكدت السعودية أنها قوة عظمى حمت أرضها وقتلت أطماع إيران من خلال إضعاف الحوثيين المدعومين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وتدمير غالبية أسلحتهم وعتادهم العسكري القادم من حكومة طهران، والقضاء على تواجد عناصر تنظيم القاعدة.